عندنا بعد كده الاسوشيال ريأكشن. الاسوشيال ريأكشن دي اب نورمال ريسبونس اصلا، يعني وجودها يعني يقول لك ان الطفل عنده مشكله، خاصه هيبقى في الهيميبليجي. تمام؟ ليه؟ لان هيبقى عنده اسيمتري، او هتيجي حضرتك تديله الاستيمولس بتاع ان انت الطفل ده موجود قدام حضرتك هنا، هتبدا تديله سكويز في ايد، هيبدا بطبيعه الحال يقفل الايد الثانيه. انا مسكت الايد دي حطيتي، يحصل زي الميرورنج خدناه في النيورو، يبدا انا حطيت حضرتك مسكت حاجه في ايدي هنا، غصب عنه يقفل ايده الثاني. تمام؟ هنكمل بعد كده، ودي ابنورمال ريسبونس يعني ملهاش تايم. بعد كده هنتكلم على البوستر سبورتنج ريأكشن، وبعدين نيجاتيف سبورتنج ريأكشن. البوستر سبورتنج ريأكشن نفتكر احنا قلنا الايج بتاعه كام؟ من 3 ل 8 مانس. ينتهي يظهر النيجاتيف من 8 يكمل معاك لحد سور اوف ذا لايف. طيب انا البوستر سبورتنج ريأكشن من 3، واخد بالك، همسك الطفل اهو هعمل له باونسنج اهو، موقفه اهو، بدات اعمل باونسنج سيفرال تايمز، ده الاستيمولس بتاعي. يحصل ايه؟ تزيد الاكستنسور تون اول اوفر ذا بادي، فيبدا يحصل ايه؟ بلانتر فليكشن وجينرال كارفيتا كده. فتلاقي الولد عمل وهو واقف، انا افترض ان دي 30 صعبه، انت عمل كده كده كده، بدا يعمل لك كده. حلو. النيجاتيف سبورتنج ريأكشن مفيش بقى ستيمولس، الاستيمولس بتاعك ويت بيرنج، حضرتك واقف اهو مفيش حاجه، ظهر عند 8 يعني بعد البوست. ناخد بالنا طول ما البوست موجود ومخلص النيجاتيف ما يظهرش، ولو النيجاتيف ما ظهرش مش هيعمل حاجه، هتلاقي بقى واقف. فانا ثبت الشخص ده على الويت بيرنج اهو، يبدا يحصل ايه؟ تزيد الفليكسر تون سن. ناخد بالنا هو اتونيك، تونيك ريفلكس. تونيك ريفلكس يعني ايه؟ يعني مش هتشوف حركه، هي هتزيد التون بتاعت الفليكشن، عشان الشخص ده هيبدا ان هو يبدا يعمل ستيب. تمام؟